نظم الدفاع المدني في الدولة حفل تخرج المجموعة الأولى من مدربي برنامج خليفة لتمكين الطلاب، وذلك بفندق روتانا في دبي بحضور سعادة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في الدولة، وسعادة اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، وجمع من مدراء الدفاع المدني في الدولة بالإضافة إلى الموظفين. طبعا هذا البرنامج بإشراف مباشر من سيدي سمو الشيخ سيف الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الحقيقة يشرف عليه بشكل مباشر ويتابع بشكل دوري، واحنا اعتقد يعني قطعنا يعني مراحل جدا ممتازة في هذا المشروع. المشروع هذا طبعا لمدة سنتين، وهدفه انه يوصل ثقافة الدفاع المدني اللي هي ثقافة السلامة والوقاية الى شريحة المدارس، والحقيقة هذه الشريحة هي شريحة مهمة جدا بالنسبة لنا، لان هم هذول اجيال المستقبل، فنشر ثقافة الوقاية والسلامة بحيث انها تبدأ من يعني المدرسة، وطبعا المدرسة بجميع مراحلها. البرنامج ما شاء الله برنامج يعني طموح يغطي طلبة المدارس من الصف الأول وحتى المرحلة الجامعية. طبعا المشروع هذا أخذ منهجية علمية على أساس أن نغطي برامج ونشر ثقافة يعني الوعي بالسلامة على يعني برنامج علمي وبإشراف محاضرين. الحقيقة المحاضرين هذول كلهم محاضرين معتمدين ويعني خبراء في هذا المجال، وغطوا كل مدارس أو يعني حسب الخطة الموضوع بدنا نغطي جميع مدارس الدولة، وفي الفترة هذه طبعا غطينا المرحلة وحققنا الهدف حسب الخطة الموضوعة لها. يحرص الدفاع المدني كعضو أساسي في فريق برنامج خليفة لتمكين الطلاب على تقديم المبادرات التطويرية الكفيلة بتنفيذ البرنامج وفق معايير الجودة والتميز، سواء في وضع المنهجيات الواضحة والجداول التنفيذية الزمنية الدقيقة والالتزام باستخدام وسائل التوعية الحديثة وتأهيل المدربين للوصول إلى النواتج المحددة لكل فئة عمرية، وترسيخ ثقافة الوقاية ونشر مهارات السلامة بين الطالبات والطلاب.